جمال ورائعين وعظماء جدا. خد بالك انا عاجبني في المنتخب المغربي لاعبين وجهاز فني ان هم بيفرحوا وبيكسروا الفرحه بسرعه عشان يخشوا المباراه اللي بعدها، وبعدين هم ما عندهمش، انا اسف ان انا اقول كده، عقده النقص اللي هي بتاعت ايه، انا هلعب مع منتخب كبير، لا هلعب مع منتخب كبير انا قوي برضه. وتسال الجماهير المغربيه يقول لك لا، ما هو المنتخب الفرنسي صعب، المنتخب الاسباني صعب، المنتخب البرتغالي صعب، المنتخب البلجيكي صعب، بس انا المغرب برضه، انا عندي منتخب كبير، انا عندي لاعبين رائعين، فند بند عين بعين. نكمل احتفالات مع المغرب، نروح لقطر، زميلنا العزيز المميز دائما محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 مع مجموعه من الجماهير المغربيه. يا حود مشرف ومنور، مليون مبروك، اكيد الفرحه النهارده مش راضيه تتوقف في قطر مع الجماهير المغربيه. كل التحيه لك يا كريم، وكل التحيه لمشاهدينك الكرام في كل مكان. المنتخب المغربي الجميل في كاس عالم عربيه بسطنا كلنا وفرحنا كلنا، اجواء هنا مش قادر اوصف لك عامله ازاي، الفرحه جنونيه اكتر من كل مره، اداء ملحمي من رجال الفريق الرجالي، كلهم كانوا على قدر المسؤوليه وما فرحوش بس المنتخب المغربي ولا الجمهور المغربي ولا البلد المغربيه، فرحوا كل البلدان العربيه. زي ما انت شايف هنا الاجواء، اسلوب واقف مش ممكن، مش قادر اوصف لك عامله ازاي، مش اسلوب واقف فقط، اسلوب واقف في اليوسين وفي البرد وفي قطاره وفي كل انحاء الدوحه القطريه. هنا كل الجماهير بتحتفل، ومعايا طبعا الجماهير المغربيه، وعاوز اساله ما اعرفش تعالى منين بس هتعرف اساله. توقعت قبل البطوله المنتخب المغربي يوصل دور الاربعه؟ بصراحه توقعت، توقعت بالرغم ان كان في برضه غيابات عندك، توقعت النهارده بالرغم ان كان في داي فاكر مش موجود، سايس بيتصاب، المباراه كانت رائعه. شايف ازاي مشوار المنتخب المغربي؟ يعني انت شايف المنتخب المغربي يروح لحد النهائي؟ طيب بس انا عايز اسالك انت سؤال، النهارده المنتخب كمان الماتش اللي فات كسب 5-1، تمام؟ ده قلق شويه بعض، هل شايف المنتخب المغربي مش فارق معاه اي حد يقدر يكسب فرنسا، اي حد يقدر؟ والله اخويا ما فرق معاه احساسي، فرقه اي فرقه عايز تلعب، اي واحد اي فرقه، اي فرقه من ما تكون انا وخص معنا ان نكون شغال بحد كار بحد خمسه وكذا، هذاك الشيء ما يهمناش. انت لا لا احنا مهم، انا قلت عشان بابا قلت واحد غريبه، ما يهمني سبعه اهداف ولا 10 اهداف، ديما ديما انا بتخاف ديما مغرب محمود. محمود انا للاسف مش سامع الصوت كويس، انا صوت المشجعين مش سامعهم خالص، فتعال نتكلم مع بعض شويه ونحاول نتواصل معاهم بعد كده. محمود قول لي انت، قول لي انت الاجواء عندك عامله ازاي بعد المباراه، يعني بعد المباراه كانت الاحتفالات عامله ازاي من الجماهير المغربيه؟ لعبه كل شيء معاك كريم، معاك كريم، معاك. هو الصوت كان طب جرب كده الصوت تاني مع الجماهير، الصوت مش واضح بس كده تمام. طيب جرب تاني، جرب تاني، انا كنت سمعت في الاخر الصوت مش واضح، معلش. طيب واحده واحده كريم، الصوت رجع تاني يا محمود، بس الدنيا زحمه. لا يلا يلا رجع تاني، رجع تاني، يلا يلا كمل. طيب اكلم كده كريم، الصوت واضح؟ واضح. طيب تمام. زي ما انت معلش، انا كنت بسالك دلوقتي، شايف المباراه المنتخب الفرنسي منتخب قوي جدا، حامل لقب الكاس العالم من 2018، المباراه اللي جايه تبقى صعبه على المنتخب المغربي، ان شاء الله يقدر المنتخب المغربي يحسم البطوله، يحسم المباراه اللي جايه ولا لا؟ والله الفرنسي يعني ما كانش ما
محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، هحاول ارجع لك بعد شويه نكون ظبطنا موضوع الصوت ده عشان الصوت مش واصل لي. انا بشكرك شكرا جزيلا، نرجع لحضراتكم بعد شويه مع زميلنا العزيز محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من قطر، ينقل احتفالات الجماهير المغربيه بالوصول لنصف نهائي كأس العالم.